Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi. Khashoggi. اسم واحد على قنوات العالم بأسرها، جمال خاشقجي. أزمة مقتله تحولت إلى حملة على المملكة العربية السعودية. السعودية أقرت بأن فريقاً قتل خاشقجي في عملية هدفت أساساً لإقناعه بالعودة إلى السعودية، لكنها خرجت عن السيطرة. إلا أن الحملة استمرت، وهي بحسب مصادر سعودية تستهدف المملكة وليس البحث عن حقيقة ما جرى لخاشقجي. هذا موقع للتشهير بالمشاركين في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يرعاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أو ما يعرف بدافوس الصحراء. جدار العار هذا كما يسميه من يدير الموقع يرهب المشاركين لدفعهم للانسحاب، وبالفعل انسحبت عشرات الشخصيات من المؤتمر. من يدير هذا الموقع؟ اسمه عمر سلطان، مرتبط مباشرة بالإخوان المسلمين. الضرر الذي يلحق بالمملكة كبير. مراقبون يعتبرون أزمة خاشقجي الأقصى منذ هجمات 11 من سبتمبر، لكن الضرر الذي يلحق بالعالم جراء انهيار العلاقات مع السعودية أكبر بكثير. النفط السعودي شريان حياة الاقتصاد العالمي، والسعودية أرض الحرمين الشريفين، والاعتدال الذي تروج له السعودية أساس مواجهة آفة الإرهاب. السعودية أيضاً رأس حربة في وجه المشروع الإيراني، ولعل هذه التغريدة تختصر الواقع. أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي يعتمد على السعودية،